انا كونتر اني نخرج البر. انت كنت تعطيني جنسيه تقول لي اخرج البرة وتعطيني خدمه ما نخرجش، نحب نعيش لهنا. انا نحب نقعد في تونس ما نقبل باش معناتها نخدم البر، نقبل باش نخدم البر خاطر هوني في تونس معناتها بلي باش تخدم شاي سالير سبب. نمشي بعد بشهر كان اموري منظمه لهنا نمشي، اما اموري فرصه ما نمشيش حتى كي سيفي حصلت اموري مش منظمه ولا نعمل حتى ولو حتى عندي شيء. انا ما نجمش نخدم. والحاجه الثانيه اللي ظروف ان شاء الله في تونس تو بدات تتحسن بشويه بشويه معناتها والحمد لله هني معناتها علاش باش نخدم قطع من البلاد خاطر لهنا فماش. انا مثلا تو نقرا فاك فماش افينيور لهنا في تونس وانا عارف روحي باش نقرا باش نقعد هكاك وموا ناخذ غادي وراق وجنسيه وموا مثلا نقرا ولا نلقاش خدمه. انا واحد بيبدا فرنساوي بطال ولا كندي بطال بدا حقوقه مضمونه كم الواحد يخدم في تونس بلش وما نحبش نخرج من بلادي. انا عايش مرتاح لاباس عليا في بلادي تو عمري 65 سنه مش مازال امريكا ولا فرنسا ولا مشيت لهاش انا في الستينات بلا فلوس بطاقه تعريب فهمتش وما حبش نخرج. ما نقبلش انا خاطر انا نحب نعيش في تونس وكان حتى معناها باش نمشي برا لازم تبدا عندي معناها باش نخرج قرايه ولا حكايه فهمت ولا باش نخدم ما نخرجش نطلفه حكايه. لا ما نمشيش ماش ملقى مخيل من تونس حتى من طمأنينة النفس. بلد عربي مسلم تينا فرتينا العرب ببعضنا نتفاهموا مع بعضنا مهما يكون اختلاف مهما يكون كل شيء. دونك جو با لاس نسام شي قرار معناتها التيران نتاعو خير يبدا يلعب في التيران نتاعو ولا مش يلعب في التيران برا عاد يظل في تونس خير. الخاطر وضعيه هني ما تعجبش في تونس بصراحه يهنوا فينا ويطمنوا فينا بالتنميه وترى شنو واحد وعود زائفه فهمتني. لا الله محمد رسول الله اني معناتها نجم نحب نمشي للاوروب ما نكذبش عليك. نقبلش هيك خاطر نحب نبقى تونسي وسي ديجا راني عايش لبرا وجربت معناها دونك اللي يبعد ديما يحس اكثر يفهم اكثر. بهرب تويكا من البلاد خاطرني كرهتها بورتون كنت نحبها على الاخر وانا بطبيعتي نخدم في الباتو وما نحب وما نقبل وما نحبش نمشي حتى بلاد اخرى ابار تونس كانت تعجبني على الاخر. مي تويكا ملي مشي الزين كرهتها على الاخر على خاطر البلاد ولات في فوضى وما ثماش احترام وما ثم حتى شيء يشجع كونك باش تقعد في البلاد.